السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كود جيم بيعلمك البرمجة بطريقة سهلة وبسيطة، تمام؟ فبتقول له كرييت وتبدأ تكود، تكتب انت كود، تمام؟ يعني على سبيل المثال لما تدوس ستارت يبدأ يعمل لي نيكست ستايل وغير ستايل وهكذا. ممكن تلغي دول كده، تيجي تعمل سيلكت وتقول له ديليت، سيلكت تعمل ديليت، تقول له ايفنت، ممكن تقول له مثلا لما حد يدوس كليك، لما حد مثلا يدوس دبل كليك، بريست ريليست وهكذا، لما حد مثلا يضغط حرف الاي اهوت يعمل ايه بقى؟ كنترول، كنترول يعني بيقول له كرر، مثلا كرر 20 مرة، تمام، حركة معينة، مثلا ان هو يتحرك 10 خطوات، تمام، ان هو ما يعمل مثلا شو هاي، تظهر حاجة تخفى حاجة وهكذا. موشن تقدر تختار مثلا في ساوند، مثلا تقول له انا عايز اعمل لي صوت معين، تمام. طيب هقول له مثلا ستارت، طيب هو هنا لما عمل ستارت مستني مني ان انا ادوس حرف الايه. اول ما ادوس حرف الايه هيبدا يعمل لي الحركه اللي انا Hello. عايزها ويقول لي كلمه هلو، تمام. دي فكره البرمجه، ان انا بدي اوامر للكمبيوتر. طيب هو عشان يفهمني الموضوع اكتر عامل لعبه كده اسمها ايه، بوكس، بيقول لي كرييت هتبدا تظهر الاكواد اللي موجوده اللي انا هشتغل عليها. يعني بيقول لي ان اول ما تبدا اللعبه السكاي بوكس هيبقى باللون ده، وتبدا تختار شكل السكاي بوكس هيبقى عامل ازاي، الحركه بتاعت اللاعب المفروض هيبقى موجود فين، ايه اللي هيظهر، ايه اللي هيختفي، طب لما ادوس ليفت ايه اللي هيحصل، هتحرك قد ايه، وهكذا. فانت ممكن تعدل فيها بعض الحاجات، تمام، وبعد كده تقول له شغل اللعبه، هو بيديك الاختصارات وبيديك الزراير وكل حاجة، تمام. لاحظ لون السماء أزرق. طيب لو أنا قلت له دوس اسكيب كده وشغلت اللعبة تاني وقلت له لأ خليها مثلا كالم داي، وممكن تغير الزراير، يعني تقول له إيه اعكسها لي، لما تدوس ليفت تعمل حاجة تانية، لما تدوس رايت تعمل حاجة تانية. دي الشفرة بتاعت البرمجة، اللي هي انت لما بتلعب لعبة ما بتبقاش شايف اللي بيحصل جوه، دي بقى اللي بيحصل جوه اللعبة. تقدر تعمل بيلدينج مثلا، شايف، تقدر تختار منها الحاجات اللي انت عايزها وتحطها في قلب كود اللعبة، ده الكود الأساسي، ومن هنا تقدر تزود أي حاجة انت عايزها، تمام. طيب هقول له ابدأ العب، فتلاقي السماء شكلها اتغير وهكذا. فتقدر تحدد ايه اللي المفروض يحصل لما تغير. هنا مثلا لما بدوس رايت كليك بيبدأ يبني، تمام. ممكن ترجع تاني في اللعبة وتخليه لا لما يدوس الشمال، او تخليه مثلا لما يدوس شمال يعمل حاجة مختلفة وهكذا.